لو ما فاتت ركاب هبين كل المحافل منزل وهيبة فيه التنافس شريف وبعد حبابة الفوز يفوز الجميع اللي نماريبة كل فايل ولو ما فاتت ركاب لهبين كل المحافل منزل وهيبة فيه التنافس شريف وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه الانطلاقة الأولى للثنايا الكار وهذا الانطلاقة الأولى وتليها انطلاقة ثانية أيضا قبل صلاة هذا العصر. والشوطين جميعهم نقدا وتشاهدون هذه الانطلاقة الأولى في الشوط الأول للكار الثنايا الأصايل وهذه الشعارات المرموقة أيضا في هذا الشوط. ونتمنى من الله أن يوفقنا في إذاعة العشر المراكز الأولى وأن تصل إلى مسامعكم بالوفاء والتمام. تشاهدون اللي في المركز الأول كايدة للسيد علي بن مسعود بن حمده المري وهذا الشعار تألق في أرضية هذا الميدان في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع مهرجان سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وتشاهدون نوادر في المركز الثاني للسيد سعد بن مسعود بن حمده المري وفي المركز الثالث وسيلة في المركز الثالث للسيد مسعود بن علي بن حنزاب المري والنغلة على المركز الرابع إشعار بن نايفة في المركز الرابع اللي حاملة الرقم 13 هذا شعار السيد فيصل بن عبد الهادي بن نايفة المري واللي في المركز الخامس هذه الشايمة تعود ملكية الشايمة للسيد سمح اللي في المركز الرابع ولكن تسلل على المركز الرابع من الشايمة للسيد سعيد بن جابر بن عفير المري النغلة على السمح اللي في المركز الخامس للسيد عبد الله بن عبد الهادي بن نايفة الشهواني النغلة على المركز السادس الظبي. تشاهدون الظبي في سادس المراكز للسيد حميد بن احمد بن حارب المهيري النغله على المركز الثامن اللي في المركز الثامن هذه اللي حامله الرقم 77 ريما للسيد علي بن عبيد بن مروشد النغله على المركز التاسع للسيد محمد بن علي ابو ساق اليامي واعطوني اسم البكره اللي هي منصوره ونرجو من الله أن يحالفها النصر في مساء هذا اليوم. من حاف في المركز العاشر للسيد صالح بن حمد بن قمرة المري والمضمر حمد بن جهويل المري. من حاف في اللي في المركز التاسع عفوا للسيد صالح بن حمد بن قمرة المري النغلة على المركز العاشر اللي في المركز العاشر من الجانب الأيسر أو من الجانب الأيمن هذه للسيد سعيد بن علي باللومية هي اللي في عاشر المراكز اللي هي إليازي في عاشر المراكز في هذه اللحظة. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط وهذا الشوط كل حيوية وكل رشاقة ونتمنى المنافسة الشريفة على أرضية هذا الميدان. تشاهدون المقدمة وحاولوا ان تعطونا فرصة لإذاعة العشر المراكز الأولى يا اخواننا يا مشاركين حاولوا ان تعطونا المسافة لكي نقترب من المركز الأول اللي غيرت على المركز الأول في هذه اللحظة وسيلة تعود ملكيتها للسيد سعيد بن علي بن حنزاب المري والمركز الثاني نوادر في المركز الثاني للسيد سعد بن مسعود بن حمده المري وفي المركز الثالث سمحة للسيد عبد الله بن عبد الهادي بن نايفة الشهواني النغلة على الشايمة اللي في المركز الرابع الشايمة وانتظروا مفاجآت الشايمة تعود ملكية للسيد سعيد بن جابر بن عفير المري واللي في المركز الخامس اللي حاملة الرقم 77 من الجانب الأيمن هذه اللي بن مروشد السيد علي بن عبيد
بن مراشد اللي هي ريما في المركز الخامس، والمركز السادس النقلة على المركز السادس الضبي، الضبي في المركز السادس للسيد أحمد بن أحمد بن حارب المهيري، وفي المركز السادس اللي في المركز السابع في هذه اللحظات الكايدة للسيد علي بن مسعود بن حمدة المري اللي في سابع المراكز، وفي المركز الثامن هذا شعار بوساق محمد بن علي بوساق اللي هي منصورة تشاهدونها في المركز الثامن في هذه اللحظة، وفي المركز التاسع هذه للسيد صالح بن حمد بن قمرة المري اللي هي من حاف، واللي في المركز العاشر او التاسع فريدة للسيد ظافر بن حمد الدوسري، وفي المركز العاشر اليازي للسيد محمد السيد سعيد بن علي باللومية. دعنا على مسامعكم العشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط وأنهينا النداء الثاني، وتشاهدون اللي أمامكم 4 كيلومترات وتقريبا 300 متر فوق 4 كيلومترات، ويا ترى من هو صاحب الحظ في هذا المساء وصاحب الفوز بهذا الناموس في هذا الشوط. نتمنى من الله أن يوفق جميع المشاركين. وتشاهدون التغييرات اللي تحصل في المقدمة، ولكن يا أخواننا يا ملاك حاولوا أن تعطوا سيارة الإذاعة الفرصة لكي تتقدم لكي نتمكن من إذاعة اللي في المركز الأول. وتشاهدون اللي في المركز الأول في هذه اللحظة لا زالت اللي غيرت اللي هي للسيد علي بن عبيد بن مروشد اللي هي حاملة الرقم 77 اللي هي ريمة في المركز الأول، وضيفة متعنية من مدينة دبي بنادي الشباء، وها هي تقود الجموع في هذه اللحظات. والشايمة في المركز الثاني الشايمة للسيد سعيد بن جابر بن عفير السيد جابر بن حمد بن عفير المري، الشعار سعيد، وسعيد وجابر كله واحد. على العموم النقلة على الضبي اللي في المركز الثالث الضبي للسيد حميد بن حارب المهيري، والضبي ايضا الضبي تلاحق الضبي للسيد عبد الله بن عبد الهادي بن نايف الشهواني في المركز الرابع. النقلة على المركز الخامس وسيلة في المركز الخامس للسيد سعيد بن علي بن حنزاب المري، ومنصورة في سادس المراكز، منصورة للسيد محمد بن علي بوساق اليامي، وفي المركز السابع الفائزة للسيد ظافر بن حمد الدوسري، وفي المركز الثامن هذا للسيد علي بن مسعود بن حمدة الكايدة، واللي في المركز التاسع اللي هي من دولة الكويت شقيقة بالفعل. هذا الشعار أوعدكم بمنافسة غدا على ظهر الهزاز، نتمنى من الله التوفيق للسيد علي بن مسعود بن حمدة. العفريت، شوف العفريت وتحمل شعار العفريت أيضا، هذه العفريت تعود ملكيتها للسيد مطر حمد بن مطر بن سعيد المريخي، وأوعدكم بها في مقدمة الشوط. العفريت هذا الاسم لا يحط إلا على عفريت، واللي في المركز العاشر في هذه اللحظات اللي هي من حافل السيد صالح بن حمد بن قمرة المري. نعود إلى مقدمة الشوط وال2600 متر الأخيرة، الأخيرة على نهاية هذا الشوط. وتشاهدون اللي غيرت على المركز الأول اللي هي الشايمة تغير على المركز الأول للسيد جابر بن حمد بن عفير المري، وعفوا هذه اللي غيرت على المركز الأول الضبي تغير على المركز الأول. حاولوا أن تعطونا الفرصة لكي نتقدم ونرى المراكز الأولى. هذه الضبي تتقدم على الجموع في هذه اللحظة، الضبي للسيد عبد الله بن عبد الهادي بن نايفة الشهواني، وهذا الشعار لصولات ولجولات، وانتظروا المزيد منه أيضا، انتظروا المزيد من هذا الشعار. نتمنى التوفيق
التوفيق للظبي ولجميع المشاركين. تشاهدون الظبي على الكادر الاول للسيد عبد الله بن عبد الهادي بن نايفه الشهواني والنغلة على المركز الثاني. المركز الثاني الظبي للسيد احمد بن احمد بن حارب المهيري النغلة على المركز الثالث. النغلة على المركز الثالث اللي في المركز الثالث هذه ريمة للسيد علي بن عبيد بن مروشد والنغلة على منصورة. منصورة في المركز الرابع للسيد محمد بن علي بوساق اليامي. وفي المركز الخامس الكايدة. الكايدة للسيد علي بن مسعود بن حمده المري. واللي في المركز التاسع عفوا في المركز السادس وسيلة للسيد وسيلة للسيد سعيد بن علي بن حنزاب المري. وهذه العفريت في المركز السابع. العفريت للسيد حمد بن مطر المريخي. وفي المركز الثامن الشايمة للسيد جابر بن حمد بن عفير المري. وفي المركز التاسع على العموم اللي في المركز العاشر السيد محمد بن طالب بن عقيل المري. نعود وإياكم إلى الظبي. الظبي لا زالت تتصدر القائمة حتى هذه اللحظات. 1500 متر أخيرة على الظبي. 1500 متر الأخيرة على الظبي. يا سلام يا سلام. ولا زالت الظبي ظبي حتى هذه اللحظة. ولكن أيضا بالصدفة الملاحقة من المركز الثاني أيضا الظبي. يا ترى الظبي ما يلاحق الظبي يا شباب. الظبي ما يلاحق الظبي إلا في هذا الشوط. الظبي لا زالت هي سيدة الموقف حتى هذه اللحظات. للسيد عبد الله بن عبد الهادي بن نايف الشهواني. يا سلام يا سلام يا الظبي ويا سلام يا الظبي. الثنتين في الكادر الأول. الظبي للسيد عبد الهادي بن عبد الله بن عبد الهادي بن نايف الشهواني. والظبي للسيد أحمد بن أحمد بن حارب المهيري. يا سلام. المنافسة حتى هذه اللحظات ما بين الثنتين. ما بين الظبي وما بين الظبي. الكيلو متر الأخير. كيلو الامتحان فيه تكرم الثنايا أو تهان. وإن شاء الله ما شيء منها بهان الظبي والظبي. يا سلام. ولكن وسيلة. يا سلام. حاول يا مصورنا تعطينا اللي في المركز الثالث للسيد سعود بن علي بن حنزاب العذبة المري. وتنتقل إلى المركز الثاني وفي طريقها للمراكز المتقدمة. ولكن الظبي غيرت على المركز الأول للسيد أحمد بن أحمد بن حارب المهيري. يا سلام يا سلام يا الظبي. الظبي في المركز الأول ولا تزال ضيفة هذا الميدان. ضيفة هذا الميدان من ميدان ند الشباب بمدينة دبي. لا تزال هي اللي في المقدمة. يا سلام يا سلام. وهذا هو رقص الظبي. وهذا هو الرقص. الرقص اللي عودتنا عليه الظبي. الظبي هذا الاسم الثقيل اللي تحمل هذه البكرة. يا سلام. هذا الاسم يذكرني بالظبي لصاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم. وهي الحائزة على السيف وأيضا على الشلفة وعلى العديد من النواميس والكؤوس. ولكن هذه الظبي. الظبي إن شاء الله أن تكون أيضا مثل الظبي. ونتمنى التوفيق لراعيها ولمضمرها. هذه الظبي للسيد أحمد بن أحمد بن حارب المهيري. 100 متر الأخيرة. وتهانينا من هذا الموقع. تهانينا من هذا الموقع للسيد حميد بن أحمد بن حارب المهيري على فوز الظبي. وها هي تتقدم إلى خط النهاية. وخط النهاية يبدأ بالاحتضان للظبي. وها هي تصل إلى خط النهاية. وتهانينا أيضا للمضمر خلفان من سالم الشامسي. ووسيلة في المركز الثاني للسيد سعود بن علي بن حنزاب المري. وفي المركز الثالث للسيد محمد بن طالب بن عقيل. وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع هذا مشعار بن حليس عبد الله بن محمد بالكيل العامري للسيد عبد الله بن محمد بالكيل العامري. وفي المركز الخامس السيد الخامس منصورة للسيد سلمان بن صالح العتيبي. وفي المركز السادس حمدان بن محمد بن مصلح للسيد حمدان بن محمد بن مصلح. وفي المركز السابع اللي هذه للسيد سعيد بن علي بن لومية. وفي المركز الثامن
اللي في المركز الثامن للسيد صالح بن حمد بن قمره، وفي المركز التاسع الظبي للسيد عبد الله بن عبد الهادي بن نايف الشواني، واللي في المركز العاشر لسعيد بن عبيد بن علي بن عبيد بن مروشد. لا علي بن عبيد بن مروشد. شاهدت هذا الشوط وشاهدت حصول الظبي على المركز الاول. هذه لحظات وصول الظبي في المركز الاول. تهانينا للسيد حميد بن احمد بن حارب المهيري على فوز الظبي بالمركز الاول. قطعت مسافة 8 كيلومترات في فترة زمنية وقدرها 13 دقيقة و56 ثانية و15 جزء من الثانية.